تكافح من أجل المال؟ تشعر بخيبة أمل بشأن رصيدك البنكي؟ اللوم كله يقع على مظهر والديك. دراسة جديدة تقول والد جذاب طفل غني، فأطفال الآباء الجذابين يكسبون 2300 دولار إضافية سنوياً مقارنة بالأسر متوسطة المظهر. فجمال أهلك هو أحد الأصول الموروثة التي تعزز الدخل عبر الأجيال، بتفتح لك أبواب للحصول على عمل ورواتب عالية وترقيات. فمثلاً ليلا موس ابنة عارضة الأزياء كيت موس عمرها 21 سنة، ثروتها أكثر من 5 ملايين دولار. بروكلين نجل ديفيد بيكهام وفيكتوريا ثروته الصافية تبلغ 12 مليون دولار وهو في 24 من عمره. المستفيد في الموضوع هم الأطفال، يضرب عصفورين بحجر، جذابون يعني ناجحون مالياً وأيضاً ميراث أفضل. ها هترجع تدقق في صور والديك أكثر وتتأكد من مستقبلك المالي، ولا الكتاب باين من عنوانه؟